جايين اليوم لكي ما نسبح ونرنم للرب. نكرر ونقول التسبيح الهدف منه هو أن نسر قلب الله. يقول في مزمور 104 العدد 34: فلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. التسبيح محور الله وما يعتمد على ظرف، هو إرادة وليس عاطفة. وأما الترنيم فهي محبة وعطاء محورها الله والإنسان. خلونا نوقف ونرنم ونسبح لذلك الذي أعطانا الخلاص، ونقول له: إني لرافع عيني إلى السماء. ارفع قلبك، ارفع فكرك، ارفع ايدك لرب المجد، وقل له: اسمع صراخي واستجب لدعائي. إني لرافع عيني إلى السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العلا، اسمع صلاتي واستجب لدعائي. إني لرافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العلا، اسمع صلاتي واستجب لدعائي. في وقت ضيقي بحثت عن النجاة فجئت إليك قائلا: يا رب العلا، اسمع صلاتي واستجب لدعائي. إني لرافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودة. يا رب العلا، اسمع صلاتي واستجب لدعائي. آتي إليك في هيكل قدسك وأجثو خاشعا أمام عرش مجدك، اسمع صلاتي واستجب لدعائي. إني لرافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العلا، اسمع صلاتي واستجب لدعائي. ربي يسوع يا رب صخرتي، عزي وترسي، عليك تكل قلبي، اسمع صلاتي واستجب لدعائي.
إلى رب يوم رب عيني إلى السماء ويداي ممدودتان ويداي ممدودتان إليك يا رب العليا إليك يا رب العليا اسمع صلاتي واستجيب لدعائي. آمين يا رب، اسمع صلاتنا واستجب لدعانا يا رب.